أسعد الله أوقاتكم أعزائي طلاب وطالبات طب الأسنان المستوى الأول. مرحبا بكم مجددا في مقرر دنتال أناتومي 2. وعلشان نكون ملمين بهذا المقرر لهذا الفصل الثاني إن شاء الله، ينبغي علينا أن نكون ملمين إلمام كامل فيما تم دراسته في دنتال أناتومي 1، علشان يسهل الموضوع إن شاء الله ونستوعب أكثر، لأن الموضوع مش منفصل، هي عبارة عن موضوع متصل، وبنفس الوقت معظم الأشياء والمصطلحات اللي تم دراستها في الفصل الأول هتتكرر معانا هنا، بس فيما يتعلق بالأسنان الخلفية وبعض المواضيع الأخرى إن شاء الله. هنا instructions مثل ما نعرف إن شاء الله، أول ما حيبدأ الدوام خصوصا في الجانب العملي أتمنى من الجميع الالتزام بها نظرا لعدة أسباب. أولا علشان تسهل العملية التعليمية، ثانيا عددكم الكثير، عدد المجموعات الكثير، وضيق الوقت، فإن شاء الله نتقيد بهذه التعليمات الانستركشنز علشان تسهل العملية وتستكمل على أكمل وجه إن شاء الله. التقييم هنا، سيبكم من التقييم، هذا تقييم إلى بعض، في بعض الجامعات تعتمد هذا التقييم، لكن إحنا نعتمد التقييم الذي يكون 50% for theoretical part and 50% for practical part، يعني نفس الترم الأول إن شاء الله تعالى. مثل ما نعرف مسبقا في معانا عدة references، أهمها هذول الأربعة references، بالإضافة إلى reference خامس الذي هو ويلرز أتلاس أوف توث فورم، الذي يهمنا في يساعدنا ويكون كمرجعنا في عملية إيش الرسم والنحت فيما يتعلق بالأسنان الخلفية إن شاء الله تعالى. الكونتنتس هنا إن شاء الله فيما يتعلق في الترم الثاني حقيقة المفردات أو التوبكس in this semester حقيقة إلى حد ما مكثفة وأصعب من الترم الأول، لكن إن شاء الله هيكون سهل من ناحيتين. أولا أنتم عارفين كيف أسلوب المحاضرات، كيف أسلوب الكويزات، كيف أسلوب الامتحان إن شاء الله، وثانيا أنتم قد اشتغلتم عملي، فإن شاء الله يكون هذا الترم سهل، لكن مكثف يحتاج منا جهود أكبر. ليش؟ لأنه هيكون معانا 5 أسنان خلفية علوية ومثلها 5 أسنان سفلية خلفية، يعني فينبغي على طالب أنه نعرف كامل هذه التفاصيل التشريحية فيما يخص إيش posterior teeth upper and lower. في المحاضرة الأولى هنا حندرس إن شاء الله، أول محاضرة حتكون the permanent maxillary premolars، premolars first and second. طبعا دراستنا للأسنان هذول كلهم إيش right side، the left side هو مثلهم تماما بس هيختلف الاتجاهات. بعدين lecture number 2 the permanent maxillary molars، maxillary molars عارفين ان المولارز 3 الارحاء هيكونوا 3 the first second and third. المحاضرة الثالثة the permanent mandibular premolars، الضواحك السفلية، وهتتضمن first and second. number 4 the permanent mandibular molars first second and third، فبالتالي نكون أكملنا الأسنان الدائمة كامل، الأسنان الأمامية، وهنا في هذا الفصل الأسنان الخلفية. الآن حننتقل إلى المحاضرة الخامسة واللي هتكون Introduction to Deciduous Teeth، يعني مدخل إلى الأسنان المؤقتة أو الأسنان اللبنية. محاضرة مهمة السادسة وهي Pulp Morphology of the Permanent Dentition، الشكل اللبي للأسنان الدائمة بشكل مختصر ومفيد، كيف يكون شكل اللب في هذه الأسنان الدائمة. بعدين إن شاء الله إذا في وقت حننتقل إلى المحاضرة السابعة واللي هي عبارة محاضرة مهمة عن Introduction to Dental Occlusion، مدخل فقط، ونعرفكم إلى إيش الدنتال أوكلوجن. الدنتال أوكلوجن هو ما يعرف في الإطباق السني، حقيقة الموضوع كبير ومحاضرة أو محاضرتين ما تكفيش، يعني يحتاج لنا 3 إلى 4 محاضرات، بس إن شاء الله هنحاول نختصره. حقيقة الدنتال أوكلوجن موضوع شائك وكبير، نتيجة لأنه كل التخصصات الدارجة في طب الأسنان
تتضمن هذا الدنتال أوكلوجين. على سبيل المثال التقويم، تقويم الأسنان، والأطقم الكلية والأطقم الجزئية والتيجان والجسور وترميم الأسنان، كل فيها دنتال أوكلوجين. فبعض المدارس السنية تدرس كمادة منفصلة، تحتاج تقريبا إلى فصلين، وبعض الأحيان 3 إلى 4 فصول حتى يدرس التدريس الكامل. إن شاء الله موضوع مهم، وإن شاء الله نحاول الإلمام فيه بشكل كامل إن شاء الله. الآن حننتقل إلى محاضرة اليوم، وعلى بركة الله نبدأ، والتي ستكون The Permanent Maxillary Premolars. Maxillary premolars, they are two, first and second. لكن هنا قبل أن نبدأ بالبريمولارز نحب ونذكر بالخصائص العامة التي تجمع، أو الصفات العامة التي تجمع البوستيريور تيث، خصوصا الماكسيلاري بوستيريور تيث. عرفنا إحنا بالفصل الأول الخصائص العامة التي تجمع الأسنان الأمامية، سواء كانت علوية أو سفلية، إن شاء الله نكون عارفينها إن شاء الله. نمبر 1، greater relative facio-lingual measurement as compares with the mesiodistal measurement. يعني هنا الكراون عريض من ناحية الباكولينجوال إلى حد ما، ومتضيق من ناحية الميزيوديستال. Number 2, broader contact areas. هنا الكونتاكت اريا مقارنة مع الأسنان الأمامية هنا تكون عريضة. ليش؟ لأن الأسطح حق الأسنان الخلفية عريضة، فبالتالي حتكون الكونتاكت ارياز، التقاء الأسنان مع بعضهم البعض، حيكونوا ايش؟ بشكل عريض، سطح، نسميها الكونتاكت ارياز. بينما بالأسنان الأمامية كنا نقول عليهم بوينت، إلى حد ما الأسنان الأمامية تلتقي مع بعضها البعض عند نقاط، نسميها نقاط الالتقاء، لكن هنا نسميهم ايش؟ أسطح الالتقاء، لأنهم يكونوا ايش؟ برودر كونتاكت ارياز. الكونتاكت ارياز هنا الكونتاكت ارياز نيرلي ات ذا سيم ليفل، الى حد ما هما على مستوى واحد، ما فيش يعني مثل ما كان واحده ناحيه الانسايزل واحده ناحيه السيرفيكال مثل ما كان بالانتيريور تيث، هنا الى حد ما، الى حد ما تقريبا نقول عليهم ايش؟ ات ذا سيم ليفل. نمبر 4، ليس كيرفيتشر اوف ذا سيرفيكال لاين ميزيالي اند ديستالي. لو تذكروا بالاسنان الاماميه الكيرفيتشر اوف ذا سيرفيكال لاين بالميزيال والديستال كان مقوس او عميق ناحيه ايش؟ الانسايزل، لكننا حيكون اقل تقوسا واقل عمقا بالبوستيريور تي مقارنه مع الانتيريور تي. شورتر كراون سيرفيكال اوكلوزالي وين كومبيرد with the anterior teeth. كلما اتجهنا ناحية البوستيرير كلما كان الكراون ايش؟ قصير. فبالتالي الأسنان الخلفية مقارنة مع الأسنان الأمامية يكون التيجان حقهم ايش؟ قصير. أيضا النقطة السادسة نمبر 6، buccal cusps. قبل ما نتكلم عن الباكل كاسب، بالبوستيرير تيث معهم كاسبات، كاسبات من ناحية البكال وكاسبات من ناحية ايش؟ اللينجوال. الوظيفة حق الكسبات هي ايش؟ طحن وتمزيق الطعام، طحن الطعام، لكن مش كل الكسبات بشكل فعال تقوم بطحن ومضغ الطعام. فبالتالي هنا البكال كسبس في البوستيريور ماكسيلاري بوستيريور تيث يطلق عليهم ايش؟ نون فانكشنال كسبس، يعني الحدبات الغير وظيفية، يعني هي التي لا تقوم بوظيفة الطعام بشكل كامل. فبالتالي كونها ما بتقومش بعملية المضغ فحيكون شكلها إلى حد ما شارب، بينما اللينجوال كاسبس حيكون الحدبات الفعالة أو الحدبات الوظيفية فيكون شكلهم إيش؟ راوند. إذا البكال كاسبس نسميهم نون فانكشنال كاسب، واللينجوال كاسب حيكونوا إيش؟ فانكشنال كاسب. هذا فيما يتعلق بالأسنان الخلفية العلوية، العكس تماما حيكون بالأسنان الخلفية السفلية. يعني الأسنان الخلفية السفلية هتكون البكال كاسب هي الفانكشنال، واللينجوال كاسب أو اللينجوال كاسبس هي نون فانكشنال. جنرال نوتس، ايش اللي بنلاحظه بشكل عام في الماكسيلري بريمولرز؟ هنلاحظ التالي. قبلها نلاحظ في بعض الأحيان يحدث التباس لدى طالب طب الأسنان ولدى طبيب الأسنان في بعض الأحيان، كيفية التمييز
هو التفريق بين البريمولارز. ليش؟ إلى حد ما شكلهم التشريحي متشابه إلى حد ما، فبالتالي من هنا نبدأ نعرف الصفات العامة والخصائص العامة للبريمولارز والفروقات علشان نقدر نميز كل بريمولار على حدة. إذن هنا الماكسيلاري بريمولار الضاحك العلوي الأول is larger than the maxillary second premolar، يعني الضاحك العلوي الأول أكبر من الضاحك العلوي الثاني. وعلى العكس تماما بالبريمولار اللور بريمولارز هيكون اللور بريمولار مانديبولار فيرست بريمولار is smaller than maxillary mandibular second premolar، يعني على العكس تماما. هذا فيما يخص النقطة الأولى، يعني بالمختصر المفيد الضاحك العلوي الأول أكبر من الضاحك العلوي الثاني. احنا عرفنا أن الضواحك they succeed the deciduous molars، فبالتالي اعتبرنا الضواحك أنهم إيش؟ succedaneous teeth. إيش معناها succedaneous teeth؟ يعني هي أسنان دائمة بزغت عن الأسنان المؤقتة. فهنا البريمولرز هتبزغ بدلا عن الديسيدوس مولرز، يعني الفيرست بريمولر هيبزغ بدلا عن الديسيدوس فيرست مولر، والسكند بريمولر هيبزغ بداله ديسيدوس سكند مولرز، أو هيبزغ بدلا عن. They are also called bicuspids having two cusps، يعني ثنائي الكسبات يحتوي على كسبين، واحدة ناحية البكال واحدة ناحية اللينجوال. لكن but this name is not widely used because the mandibular first premolar has one functional cusp. لو نجي للشكل التشريحي للماندبلر first premolar two cusps، البكال كسب هي كبيرة إلى كبيرة جدا، بينما اللينجوال كسب هي إلى حد ما لهذا السن تشبه اللارج سنجلم، فبالتالي ما نستطيع نقول عليها إلى حد ما bicuspids. أيضا احنا مثل ما عارفين and the mandibular second premolar معظم الحالات يحتوي على ايش؟ three cusps، فبالتالي نطلق عليه tricuspid، لا نستطيع أن نقول عليه bicuspid. فإذا هذه التسمية bicuspids غالبا تطلق على الماكسيلاري premolars، ليست شائعة في المانديبولار premolars لهذين السببين. من ضمن الجنرال نوتس هنا the premolars are between the canines and molars and share between them in، نظرا لأن البريمولارز واقع ما بين الأنياب والأرحاء، فبالتالي هتتشارك صفات من الأنياب وتشارك صفات أو هتأخذ صفات من الأنياب وتأخذ صفات من الأرحاء. إيش هم هذه الصفات؟ أولا the form، the form في حال البريمولرز إلى حد ما يشبهين الكناين، يعني البكال أسبكت للبريمولرز إلى حد ما يشبه الليبيال أسبكت أوف كناينز، هذه أولا. ومن ناحية أخرى هنا حيكون من يشبه شكلها المولرز، كونها تحتوي على سطح طاحن أو كلوزال سيرفيس البريمولرز، فبالتالي هتشبه الأرحاء المولرز بهذه الحالة كونها تحتوي على سطح طاحن. الوظيفة الصفة الثانية التي تتشارك البريمولرز تشارك الأنياب والأرحاء هي الفانكشنال، هنا كونها تحتوي على كسبين، فبالتالي إلى حد ما الكسب بهذه الحالة هيقوم بعملية تيرينج تمزيق، إذا هذه الوظيفة هتشبه الكيناين، وبنفس الوقت فيها سطح طاحن إذا هتقوم بعملية طحن الطعام، فبالتالي هتشبه وظيفة إيش؟ الأرحاء أو المولرز. الصفة الثالثة التي تتشارك مع الكينينز والمولرز أنها إيش؟ the position، أنها واقعة بينهم البين مثل ما شفناها بالأول. إذا هذه الصفات الثلاث التي تشارك البريمولرز تتشارك فيها، تتشارك تأخذ صفات من الأنياب وتأخذ صفات من الأرحاء. إذا نبدأ الآن the permanent maxillary first premolars principal identifying features. هنا هذا السن علشان نعرف ونقول عليه هذا maxillary first premolar فيه مميزات وصفات لا
لا تتواجد ببقية البريمولرز، وبشكل عام لا تتواجد ببقية الأسنان. إيش هم هذه الصفات التي تميز لي هذا السن وأقدر أحكم عليه وأقول هذا maxillary premolar first premolars؟ هنشوف. 1 2 sharply defined cusps، إلى حد ما الكسبات حقه واضحات وحادات إلى حد ما. البكل 1 مليمتر longer than the lingual، يعني البكل كسب أكبر من اللينجوال كسب بمقدار 1 ملي. Number 2 mesial slope of the buccal cusp is longer than the distal slope، وهذه الصفة يكون عكس الكيناين. إذا هو البريمولر الوحيد اللي يكون الميزيال سلوب of the buccal cusp is longer than the distal slope. بقية البريمولرز هيكون السلوبز حق البكال كاسب يشبه الليبيال اسبكت of the canine. Number 3 two roots، وهذا هو السن الوحيد من البريمولرز يحتوي على two roots. بالوضع الطبيعي بالحالات الطبيعية كل البريمولرز تحتوي على جذر واحد، ما عدا الماكسيلاري فيرست بريمولر يحتوي على جذرين باكال اند لينجوال، او نطلق عليه ايش بالاتال. فكونهم يحتوي على جذرين فموجود معي ايش البايفوركيشن. وين موقع البايفوركيشن؟ از ات ميدل ثيرد اوف ذا روت، واقع في الميدل ثيرد بالثلث الاوسط او بالثلث الجذري الاوسط من الجذر، يعني إلى حد ما نقول عليها بمنتصف الجذر. يبدأ تشعب هذه الجذور وينقسم إلى قسمين بكر روت واللينجوال روت، وبالمناسبة البكر روت إلى حد ما أكبر من البلاتال روت. نمبر 4 لما نجي للشكل التشريحي من الميزال اسبكت في معنى developmental depression on mesial surface of the crown، هذا الديبريشن يمتد إلى إيش الجذر. يعني قد ربما تكون الصفات هذه صعبة عليكم، لكن لما إن شاء الله نتناول الشكل التشريحي لهذا السن بشكل تفصيلي إن شاء الله هتستوعبوا هذه النقاط على أكمل وجه إن شاء الله. أيضا من ضمن المميزات لهذا السن Central Developmental Group. Central Developmental Group هذا موجود على الأوكلوزال سيرفيس ويقطع المارجينال ريدج، ويقطع حواف هذا السن من ناحية إيش الميزيال، من ناحية الميزيال. The occlusal surface هنا the occlusal outline is angular. The occlusal outline لهذا البريمولار بشكل عام يكون شكله ايش؟ hexagonal. الهكساجونال هذا هل الزوايا حقه round؟ لا، هتكون ايش؟ مظلة angular. هنشوفها ان شاء الله لما ندرس هذا السن بالشكل التشريحي التفصيلي. الآن نأتي إلى دراسة التفاصيل التشريحية لهذا السن من 5 aspects. كل سن مثل ما اتفقنا له 5 aspects. بالنسبة لل anterior teeth كنا نطلق عليها الليبيال aspect اللي هو أساسا الفيشال aspect، لكن هنا في posterior teeth الفيشال aspect يطلق عليه إيش البكل. إذن هذه التسمية التي حتختلف مع ال anterior teeth. ال anterior teeth كنا نقول labial، بينما ال posterior teeth نقول إيش بكل. هذه أولا. بالنسبة للميزيال والديستال نفسها، أيضا اللينجوال نفسه، بينما هنا بالبوسيريتي حيكون معي السطح الاطباقي لو يسميه الاوكلوزال سيرفيس، بينما بالانتيريتي كنا نقول عليه الانسايزال اسبكت. اذا هنا كل الاسبكتس نفس بعض، اختلاف فقط بالتسميه. فالفيشيال هنا حيكون البكل، وبالنسبه للفانكشنال سيرفيس اللي كنا نطلق عليه بالانسايزال بالانتيريتي انسايزال هنا حيكون اوكلوزال. إذا هنا حنشوف كيف حيكون الشكل التشريحي لهذا السن من البكال aspect. إذا number one the crown is roughly trapezoidal. نتذكر أن الفيشيال aspects أو الفيشيال surface upper and lower واللينجوال surface شكلهم الهندسي إلى حد ما trapezoidal. أيضا هذا الكلام ينطبق على البريمولرز، بحيث لما يقول شبه منحرف حيتكون من قاعدتين، قاعدة صغرى ناحية السيرفيكال وقاعدة كبرى ناحية الأوكلوزال. ممكن أقول عليه إذن ترابيزويدال، وممكن أقول عليه بنتاغونال. ليش؟ أصلا البريمولرز إلى حد ما تشبه الكينانز فيما يتعلق بالفيشيال أسبكت. فأول واحد يشوف إلى من أول نظرة تشوف لهذا السن
توقع لك انه ايش كينايز، مع انه ايش بريمولر. ايضا ممكن اقول عليه، هذا الكلام ينطبق تماما على الكينايز، ممكن اقول عليه بنتاغونال. بنتاغونال يعني خمسة اضلاع، لاحظوا هذه نقطة وهذه نقطة، اذا ظل حيكون خاص بالسيفيكال لاين، خط مستقيم. وهنا ايش الديستال اوت لاين، الديستال سلوب، الميزيال سلوب، والضلع الخامس الاخير هيكون الميزيال اوت لاين. فبالتالي تحديدا الشكل الهندسي لهذا السن هو يشابهه الكناين، ممكن اقول عليه بنتاغونال، يعني شكله الهندسي خماسي. وممكن ايضا اقول عليه هيكساجونال، هيكساجونال باعتبار السيرفيكال هيكون ضلعين، من هنا لعند هذه النقطة ضلع، ضلعين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذا هذا الشكل الهندسي للبريمولرز، الفيشال اسبكت للبريمولرز والكينايز، ممكن أقول عليهم إما ترابيزويدال، بنتاغونال، أو هيكساجونال. نمبر 2، the buccal surface of the crown is convex. عارفين أن ال buccal surface للكراون هنا مثلها مثل الكيناين convex with a strongly developed middle buccal ridge which is continuous from the tip of the cusp to the cervical line. هذا الخط اللي رسمته في هنا بروز كان بنسميه باكل ريدج، بينما بالكيناين كنا نطلق عليه ليبيال ريدج. نمبر 3، the mesial outline of the crown is slightly concave. concave يعني مقعر، وين بالضبط؟ above the contact area. من الميزيال outline هذه النقطة في معنى above the contact area slightly ايش concave. The distal outline is almost straight line above the contact area. هنا ال distal outline وهذه ال distal contact area above is slightly straight. إذا slightly concave من الميزيال، هنا slightly ايش straight. Number 5, a pointed buccal cusp tip which a long straight mesial slope and a short curved distal slope. لاحظوا هذا سن الوحيد من البريمولرز اللي يخالف شكله شكل الكناين من ناحية ايش الفيشل سيرفيس. يعني هنا الميزيال سلوب حيكون ستريت اند لونج، بينما الديستال سلوب حيكون شورت اند كيرد، يعني منحني الى حد ما بشكل بسيط. The contact areas are nearly at the same level with each other. يعني الميزيال والديستال كونتاكت اريا الى حد ما واقعين على نفس المستوى. وين وقوعهم بالضبط؟ اين يقعوا؟ هل هما بالاوكلوزال ثيرد ولا بالميدل ثيرد او بالسيرفيكال ثيرد؟ قطعا ليسوا في ايش في السيرفيكال ثيرد، يعني اعلى بروز للسن هيكون هنا بهذه النقطه تقريبا. هذه نسميها الديستال كونتاكت اريا وهذه الميزيال كونتاكت اريا. فهل هم واقعين بمنتصف السن؟ لا. وين واقعين بالضبط؟ حنشوف النقطة السابعة، حيتكلم عن البوزيشن، الموقع حقهم كيف حيكون. The contact areas crest of curvature lie immediately or closer to the halfway point from the cervical line to the tip of the buccal cusp. لاحظ معي، لو أرسم خط من ال tip of the cusp لا عند ال cervical line وأن أصف هذا الخط، تقريبا هذا منتصف الخط هنا. لو قلت ان ال contact areas at the center of the middle third يعني حتكون واقعه هنا وحتكون واقعه هنا، لكن هم واقعين ايش؟ من occlusally، يعني occlusally واقعين occlusally، ما هماش بمنتصف ايش السن او بمنتصف الميدل ثيرد، لا واقعين occlusally to half point from the tip of the cusp to the cervical line. يعني واقعين بالجهه من ناحيه الاوكلوزال عندما انصف of the cusp لا عند السيرفيكال لاين. هذا فيما يخص موقع الكونتاكت ارياز، الى حد ما تقريبا واقعين على مستوى واحد. وهم هل هم واقعين بمنتصف السن او بمنتصف الثلث الاوسط؟ لا، واقعين من الناحيه الاطباقي قليلا، ما همش واقعين at the junction between occlusal and middle thirds. لا لا، هناك في اختلاف بسيط جدا. ايضا نقطه اخيره لم تذكر هنا، الروت البكر روت is larger than the lingual root بحيث انه يحجب الرؤية، ما بنقدرش نشوف اللينجوال روت. ليش؟ لان اللينجوال روت متضيق وصغير، بينما البكر روت اكبر منه، فبالتالي يحجب رؤية اللينجوال روت. هذه من ناحية with
ومثل ما عارفين صفات الجذور بشكل كامل tapering apically with a blunt apex. ومعظم الأسنان الروت يكون إيش slightly curved ناحية الديستال aspect أو الديستال side. From the lingual aspect, number one, قبل ما نبدأ من يعني اللينجوال اسبكت، كل الأسنان لو تلاحظوا الروت مع الكراون راح تحدد له ايش؟ تابرنج لينجولي، متضيق من ناحية ايش؟ اللينجولي. معنى ذلك من ناحية الميزيو ديستال from the buccal side is wider than ميزيو ديستال from the lingual side. يعني الكراون ببساطة عريض من ناحية البكال ومتضيق من ناحية اللينجوال الكراون مع الروت. إذن هذا ما يفسر لي النقطة نمبر 1. The crown is tapered towards the lingual because the crown is narrower mesiodistally in the lingual aspect. Number 2. The lingual cusp is smooth and spherical. Smooth and spherical. لاحظ smooth and spherical. The cusp tip is pointed. الكسب tip هنا إلى حد ما مدببة. لكن هذا مثل ما تتذكروا من خصائص المكسيلري بوستيريور تيث كنا نطلق عليهم انهم ايش؟ اللينجوال كسب يكونوا راوند بسبب انهم ايش؟ فانكشنال كسب، هي الكسب فعلا التي تقوم بعمليه مضغ وطحن الطعام. فلذلك يكون شكلها هنا راوند، لكن هنا قال هنا بوينتد. ليش قال بوينتد؟ اول ما تبزغ السن تكون بشكل ايش؟ مدبب، بعدين مع الوظيفه تصبح ايش؟ راوند. بينما البكال كسب بوينتد لانها الى حد ما لا تقوم بعمليه مضغ الطعام بشكل كامل. العبء يقوم والوظيفة تكون ضمن اللينجوال كاسب، خاصة في الماكسيلاري بوستيريور تيث يتضمنها البريمولار. With the mesial and distal slopes، هذا الميزيال وهذا الديستال سلوبس meets at right angle، right angle أو at 90 degree angle، يعني بزاوية قائمة. التقاء الميزيال سلوب مع الديستال سلوب بزاوية قائمة. Number three وهي أهم نقطة هنا وواضحة عندي. The lingual cusp أو the lingual cusp هي كسب واحدة. The lingual cusp is shorter than the buccal cusp by 1 millimeter. تلاحظ أن ال lingual cusp قصيرة بمقدار 1 ملي لدرجة أني أشوف جزء من ال buccal cusp. فيما يتعلق من الميزيال aspect، اولا شكل الكراونز فيما يخص الماكسيلاري بوستيريور تيث، شكل الكراون هنا لاحظ معي هذا السيرفكس من هنا لهنا لهنا بهذا الشكل، هيكون شكله شبه منحرف. القاعده الكبرى او longest and even side located cervically، بينما القاعده الصغرى تكون واقعه ايش؟ occlusally. نفس المبدأ ينطبق على البروكسيمال سيرفيس ميزيال او ديستال للماكسيلاري بوستيريور تيث بما فيها البريمولارز. The crown is roughly trapezoidal. ليش هنا roughly؟ يعني ليس بشكل منتظم انه شبه منحرف، لا يعني عشوائي الى حد ما. The longest and even side. The longest and even side يقصد فيها القاعده الكبرى. Longest and even side is towards the cervical line. And the shortest is toward the occlusal portion. Occlusal portion هي القاعده الصغرى. Number two, the tip of the cusps are well within the confines of the root trunk. هذا هو كله الروت ترانكس. لما تشوف التيبس اوف ذا كاسب، طبعا هذه لينجوال كاسب نعرفها انها لينجوال كاسب لانها صغيره قصيره، وهذه ايش؟ البكال كاسب. فهنا تلاحظ معي التيب اوف ذا كاسب، هل هم واقعين ناحيه البكال وناحيه اللينجوال عريضين؟ لا، واقعين ضمن الروت ترانك، أو أقول واقعين ضمن البيز of the cervix. يعني القاعدة هنا لو أرسم خط من هنا لهنا وخط من التيب of the cusp، أيهما أكبر؟ حيكون البيز. فبالتالي هم واقعين within the confined cervical portion أو root trunk. هذا ما يفسر لي النقطة رقم 2. That is measurement from the tip of the buccal cusp to the tip of the lingual cusp is less than the buccolingual measurement of the root at its cervical portion. يعني بالمختصر المفيد الكراون عريض من هنا، من ناحيه التيب اوف ذا كاسب بيكون ايش؟ متضيق. لاحظوا هنا الكيرفيتشر اوف ذا سيرفيكال لاين
is less than the anterior. لاحظ هنا التقعر راح او الانحناء بشكل بسيط، بينما كنا نشوف بالانتيريور تيث عميق جدا، خصوصا فيما يتعلق بالميزيال اسبكت. The buccal outline is convex. هذا هو ايش؟ البكال outline. The crest of curvature. The crest of curvature is within the cervical third. يعني أعلى نقطة تحدب، هل وين هي بالضبط؟ لاحظ لو تجيب أي خط مستقيم من هنا حيمس عند هذه النقطة. إذا هذه أعلى نقطة تحدب إيش؟ بالسن. قريبا نقول تقريبا واقعة ضمن إيش؟ السيرفيكال ثيل، واقعة ضمن الثلث إيش؟ العنقي. بعدين فوقها حيكون الكراون، لا عند التيب أوف ذا كاب سلايتلي إيش؟ كونفكس إلى حد ما، أو سلايتلي ستريت تو ذا تيب أوف ذا كاست. هيكون أقل تحدبا. إذا هذه أعلى نقاط بروز، مهمة هذه النقطة في السن اللي نقصد فيها البكال كريست أوف كيرفيتشر. بينما اللينجوال هل حيكون على نفس المستوى مثل ما كنا نشوفهم بالأنتيريور تيث؟ لا، هنشوف الآن ننتقل للنقطة الخامسة. The lingual outline، هذا اللينجوال outline أحددها من الرسم. لاحظ وين أعلى نقطة تحدب؟ تقريبا هنا. The lingual outline, the crest of curvature is within the middle third, near the center of the middle third. هنا لو تلاحظ معي، لو تقسم الكراون من التب of the lingual cusp لا عند السيرفكس إلى ثلاثة أثلاث، يكون هذا ثلث وهذا ثلث وهذا ثلث. إذا قريب تقريبا واقع within the middle third. بعض الأحيان يكون إيش؟ at the center of the middle third، لكن هي واقعة هنا قريبا بهذه النقطة تماما. The mesial marginal ridge، هذه هي الميزيال مارجينال ريدج، الحفاف الجانبي، حفاف السن. تلاحظ معي كم، هل هي مغطية كاملة السن؟ لا، تلاحظ أن لو قسمت السن إلى ثلاثة أثلاث بشكل عام، هذا occlusal third middle third cervical third، هي واقعة تمتد أو واقعة ضمن at the junction between occlusal and middle thirds. يعني لا انك تنزلها هنا وتكون الميزيال مارجينال ريدج بهذا الشكل، ولا انك تخليها اوكلوزالي بهذا الشكل، لا، تكون في قياس محدد انها تكون at the junction between occlusal and middle thirds. هذا فيما يتعلق بالميزيال مارجينال ريدج. يعني هنا منخفضه، الدستال حتكون مرتفعه هنا بسبب ان في هنا جروب قطع جاء من الاوكلوزال هكذا ومشي بهذه النقطه، هذا حنسميه ميزيال مارجينال ديبلومنتال جروب. هذا هو. إذا هنا حنرجع ونعيد. نمبر 6. The mesial marginal ridge is at the level of the junction of middle and occlusal thirds and is crossed by mesial marginal developmental group. هذا هو. هذا نسميه mesial marginal developmental group، وهو السن الوحيد من البريمولرز الذي يوجد هذا الصفة، بحيث أقدر أميز أن هذا السن axillary first premolar. The root is bifurcated at half its total length. يعني إذا كان طول الروت 14 15 من النقطة من السبعة حيكون إيش؟ يبدأ إيش؟ منطقة التشعب. تقريبا نقول عليها من المنتصف الجذر إلى حد ما تقريبا. The mesial developmental depression، لاحظوا المنطقة الداكنة هذه هرسمها بهذا الشكل. احنا هذا اتفقنا من ضمن المميزات التي تميز هذا السن، انه في developmental depression يمتد من الكراون الى عند ايش؟ البايفوركيشن او على طول الجذر. اذا the mesial developmental depression starts from the contact area، من الميزيال contact area تحتها مباشره هيبدا developmental depression extend to the bifurcation area. هذه ما يميز الخصائص أو التي تميز هذا السن تحديدا، وأقدر أقول عليه permanent maxillary first premolar. الآن إيش الفروقات لما لو تلاحظ إيش الفرق لما ننتقل للديسال أسبكت؟ أولا الكيرفيتشر أوف ذا سيرفيكال لاين ما فيش، يكون تقريبا ستريت، هذا من ناحية الديسال. الدبريشن هذا موجود؟ لا، مختفي غالبا كله هنا إيش؟ كونفكس، هذا فيما يتعلق بالديسال. والنقطة الأخيرة إنه ما فيش الميزيال مارجينال ديفلوبمنتال جروب، ما فيش هذا الجروب ميزيال مارجينال ديفلوبمنتال جروب. حننتقل الان للديستال ونشوف هذه الفروقات. اذا لو جاك سؤال وات ار ذا ديفرنسز بتوين ميزيال اند ديستال
surfaces in the permanent maxillary first premolar. هي هذه الثلاثة الاختلافات راح نشوفها إن شاء الله. لاحظ واحد اثنين ثلاثة الاختلافات. لاحظ ال curvature of the cervical line slightly straight. ال distal marginal ridge مرتفع. غالبا كل الأسنان من الميزيال يكون مرتفع والديستال منخفض، لكن بهذا السن بسبب وجود الميزيال ديفلوبمنتال ميزيال مارجينال ديفلوبمنتال جروف على الديستال على الميزيال سبب لي انخفاض للمارجينال ريج. فهنا المارجينال ريج مرتفع والكيرفيتشر اوف ذا سيرفيكال لاين سلايتلي ستريت، وايضا ذير از نو ديفلوبمنتال ديبريشن فروم ذا ميزيال فروم ذا ديستال اسبكت. كان موجود بالميزيال وكان يمتد من الكراون لا عند ايش البايفوركيشن. اذا the curvature of the cervical line is less than mesially slightly straight. There is no developmental groove crossing the distal marginal ridge. لاحظ هذه distal marginal ridge ما فيها شيء distal developmental groove. There is no developmental ايش depression. ما فيش هنا developmental depression، والذي كان من الميزيال اعيد واكرر كان يمتد من الكراون لا عند الروت. اذا هذه هي الثلاثه الفروقات ما بين الميزيال والديستال اسبكت. الان حننتقل الى الاوكلوزال اسبكت. الى حد ما كان معنا بالانسايزال اسبكت في انتيريور تيث، لكن هنا بما يتعلق بالبوستيريور تيث نسميه اوكلوزال اسبكت. فمن الاول نظره حيكون كيف الشكل الهندسي. هنا تلاحظ معي شكله ايش؟ هيكساجونال سداسي الشكل. هذه اولا. هنا اتس ريزمبل ان اكويلاترال هيكساجونال. الى حد ما الاضلاع حق الهيكساجونال هيكونوا الى حد ما متساوي، كل ضلعين متقابلين متساويين، هذا مع هذا متساوي الى حد ما. الديستال اكبر من الميزيال، الميزيال صغير والديستال يمتد الى حيث اللينجوال. بعدين التو سايدز حق الهكساجونال الديستو لينجوال والميزيو لينجوال هيكونوا الى حد ما متساويين. اذا نسميه ان اكويلاترالي هكساجونال، الى حد ما غير متشابه الاضلاع الى حد ما، يعني ما مش هكساجونال متساوي الاضلاع، لا لا لا، في اختلافات بسيطه. باكل سايدز، ذا باكل سايدز ار ايكوال. باكل سايد هنا ديستو باكل والميزيو باكل. بعدين يقول لك ذا ميزيال سايد از شورتر، هذا الميزيال سايد از شورتر ذان ذا ديستال سايد، هذا الديستال سايد. اند ذا ميزيو لينجوال سايد از شورتر ذان the distolingual. الميزيولينجوال هذا الميزيولينجوال صغير والديستولينجوال هيكون ايش؟ اطول. فبالتالي يكون ان اكويلاترال هيكساجونال، يعني اضلاعه ما هيش متساويه، ما فيش هذا الضلع يساوي هذا الضلع الى حد ما، خصوصا بما يتعلق بالديستال والميزيال والميزيولينجوال والديستولينجوال سايدز. The distal crest of curvature is buckled to the mesial crest of curvature. يعني لو اشوف هنا وين اعلى نقطة بروز هنا؟ لاحظ معي هوضح لكم، هذا هو يقصد فيها هنا. يعني لو اعلى نقطة بروز من هذا المنطقة هنا. هل الميزيال واقعة بنفس النقطة؟ لا. فلذلك حتكون الميزيال هنا. يعني البروز. إذا الديستال is buckled to the lingual. هذا ال crest of curvature. من ناحية الأوكلوزال وين حتكون بالضبط؟ فهنا حيجي الكيناين، هنا الكيناين هنا حيكون ايش؟ ماكسيلري سكند بريمولر. لاحظوا معي ان السن من ناحيه الباكولينجوال اعرض من ناحيه الميزيو ديستال، فبالتالي هذه خصائص متميز فيها الاسنان العلويه الخلفيه نفسه. هنا ايضا تلاحظوا هنا الكراون عريض من ناحيه البكل، وكلما اتجهنا ناحيه اللينجوال حيكون متضيق. إذا نمبر 3 the bacolingual dimension، البعد من ناحية الباكولينجوال is much greater than the mesiodistal dimension، يعني عريض جدا أكثر من هو الميزيوديستال. The occlusal surface is circumscribed، الأوكلوزال سيرفيس هنا محاط بإيش؟ بالبكال واللينجوال كاسبس والميزيال and distal marginal ridges. لاحظ هذا الأوكلوزال محاط بهذه الأشياء، إيش هي؟ البكال كاسب واللينجوال كاسب والميزيال مارجينال ريج والديستال مارجينال ريج. الآن السلايد الأول كان بشكل عام، الآن حنجي إلى التفاصيل التشريحية. السنترال ديفلوبمنتال جروف، هذا هو السنترال ديفلوبمنتال جروف. ديفايدز ذا كراون باكولينجوالي، يقسم للكراون
ناحية الباكو لينجوال. لاحظ هذا Central Developmental Group، يقسم القرآن إلى قسمين باكو لينجوال. It crosses from distal side to the mesial which joins with the mesial marginal developmental groups. حيلتقي لا عند إيش هذا الجروب اللي يكون موجود بالميزيال. لاحظ هذه الميزيال مارجينال ريج، وقطعها هنا ميزيال مارجينال ديفلوبمنتال جروب. إذا هذا سنترال ديفلوبمنتال جروب وهذا ميزيال مارجينال ديفلوبمنتال جروب، ويمتد مثل ما شفنا على الميزيال اسبكت درجة بسيطة. نمبر 2، the lingual cusp is pointed more sharply than the buccal cusp. عرفنا نقلنا pointed هذا الكلام لما تكون السن بازغة حديثا، لكن مع الاستخدام هذه حتصبح round كونها functional cusp، وهذه حتصبح مثل ما هي تكون شكلها ايش sharp لانه اقل فعالية في عملية ايش المضغ. In the mesial and distal triangular fossa، فيما هنا شكل مثلثي لاحظ هكذا، وهذا الشكل وهذا الشكل، هذه mesial triangular fossa distal triangular fossa. The mesial triangular fossa, distal triangular fossa. إن شاء الله حنعرف هذه التفاصيل التشريحية وهعيدها إن شاء الله لما نسوي النحت ونصور الشكل التشريحي لهذا السن، وننحت قالب كبير إن شاء الله من الصابون علشان نفهم هذه التفاصيل التشريحية بشكل كامل ونطبقها عمليا إن شاء الله، هنشوفها بالجانب العملي. إذا in the mesial and distal triangular fossa there are two developmental groups. Mesiobuccal هيمتد mesiobuccal بهذا الشكل، والميزيو لينجوال developmental groups. respectively يعني بالتتابع أو بالتتالي. joins the central group يرتبط يعني يلتحم مع السنترال ديفلوبمنتال جروبس. بعض الكتب ما عاد تذكرش هذا ولا الميزيو باكال والديستو باكال، يقول لك كله هذا سنترال ديفلوبمنتال جروبس. اذا كم معي جروبات بهذا الكلوزال سيرفيس؟ سنترال ديفلوبمنتال جروبس، ميزيال مارجينال ديفلوبمنتال جروبس، ميزيو باكال، ديستو باكال ديفلوبمنتال جروبس. اذا 4 جروبس، 1 2 3 4. The junction joins of the groups makes a developmental pits. Mesial developmental pit and distal developmental pit. هذه كلها التريانجولار فوسا الشكل المثلثي. أعمق نقطة منها أو انتهاء أو التقاء الديفلوبمنتال جروبز هيكون هنا في نقطة تسميها ميزيال بيت، وهنا ايش؟ ديستال بيت. أعمق نقطة من السن، أو عرفنا ايش تعريف البيت. A pin point depression found in the terminal ends of the developmental grooves or the deepest part of the fossae called pits. إذن هذا هو فيما يتعلق بالأوكلوزال سيرفيس. إن شاء الله الآن حنتكلم بشكل مبسط the permanent maxillary second premolars إلى حد ما يشبه الفيرست. هنا علشان نعرف السكند ضروري نعمل مقارنة ما بين الفيرست والسكند، ويكون الموضوع ملخص ومفيد بدون أي تعداد وتكرار للمعلومات. هنا الـ principal identifying feature the buccal and lingual cusps are more nearly at the same height. هنا الـ buccal والـ lingual cusp إلى حد ما طولهم نفس بعض، إلى حد ما، ولو أن الـ buccal cusp مرتفع بشكل بسيط جدا بس لا يكاد يذكر، فبالتالي نقول بنفس الارتفاع. هذه أولا. The mesial slope of the buccal cusp is shorter than the distal slope. فبالحالة هذا السن حيشبه إيش؟ الكيناين. Number three. The mesial surface has no developmental depression. ما فيش a single root. بينما ال first كان إيش؟ double root. واحد ناحية البكال وواحد ناحية إيش؟ lingual. Number five. The occlusal outline of the crown is more rounded or oval. الأوكلوزال سيرفيس هنا بالفيرست كان شكله هيكساجونال ومضلع، هنا هذا الأوكلوزال أوتلاين حيكون هيكساجونال لكن إلى حد ما الزوايا حقه تكون إيش؟ راوند، فلذلك نطلق عليه مور راوندد أور أوفال أو بيضوي الشكل. نمبر 6، The central developmental group is shorter than the maxilla, the maxillary first and more irregular with more supplemental grooves
on the occlusal surface. إن شاء الله هنشوف الرسمة فيما بعد وهنشوف هذه التفاصيل التشريحية. The major ridges are wider or the marginal ridges. الحفاث الارتفاعات الحفافية هنا سميكة وعريضة أكثر مما هو بالماكسيلاري فيرست بريمولار. There is no mesial marginal groove crossing the mesial marginal ridge. ما فيش لما أشوف من الأوكلوزال ما فيش أو لما أشوف من الميزيال ما فيش مارجينال ريدج. أيضا there is no developmental depression on the mesial side of the crown and root. The occlusal shape moreover rounded than the first premolar which is more angular. The first premolar هيكون angular. هذه oval ذكرت في النقطة الخامسة. هنشوف الآن الرسم إن شاء الله من البكال. The crown and root are thick. لاحظوا هنا الكران thick وقصير الجذر، بينما هذا كان متطاول إلى حد ما تقدر تشبهه إيش بالكناين. لاحظ معي هذا الميزيال سلوب وهذا إيش الديسال سلوب، طويل إلى حد ما يشبه الكناين ميزيال سلوب وهذا الديسال سلوب. The buccal cusp is not as long as that of the first premolar. لاحظوا البكال كاسب ما هيش طويلة مثل ما كانت بالفيرست. الفيرست إلى حد ما يشبه تماما شكلها الكناين. It appears less pointed. ما فيهاش is pointed in comparison with the first premolar. ما هيش مدببة مثل ما بالمقارنة مع الفيرست premolar. It has a single root. هنشوف من الميزيا ما فيش لا بكال ولا lingual root. Shallow mesial and distobuccal longitudinal depression are present on the buccal surface. هنا كل الأسنان خصوصا لما في هنا في معي البكال ريج في معنا هنا الشالو ديبريشن، هذا كنا نشوفها بالكيناين والفيرست بريمولر وأيضا السكند بريمولر. السكند بريمولر هنا شالو بينما بالفيرست تكون واضحة بسايد ذا بكال ريج، هنا ديبريشن شالو ديبريشن. لاحظوا الرسم الآن، هذا هو الجذر الواحد، هذا الميزيال. هل في معي ميزيال ديفلوبمنتال ديبريشن هنا يمتد؟ لا. هل في معي ميزيال مارجينال ديفلوبمنتال جروفز هنا يقطع مثل ما كان بالفرست؟ ما فيش. هذه أولا. ثانيا الأوكلوزال سيرفيس مور راوندد، صح انه شكله هكساجونال لكن مور راوندد. الميزيال والديست ميزيال اند ديستال مارجينال ريج، لاحظ سميكات بشكل كبير. وهذا السنترال ديفلوبمنتال جروفز، ولاحظ في معي ايش؟ سبلمنتال جروفز، ميازيب ثانوية. وإلى حد ما الكسبات الارتفاع حقهم ايش؟ واضح بشكل مش واضح، إلى حد ما يكونوا ايش؟ نفس بعض في ناحية طول الكسبات. بينما بقية الصفات التفاصيل التشريحية، لاحظ الكيرفيشر اوف ذا سيرفيكال لاين هنا عميق وهنا أقل. الميزيال مارجينال ريدج مرتفعة وهنا الديستال لاحظ منخفضة. يعني في اختلافات بسيطة بالمقارنة مع الماكسيلاري فيرست بريمولر. وايضا الحجم حقه هذا السن اصغر من الفيرست، الفيرست اكبر وهذا هيكون ايش صغير. هذا بشكل عام. لو جاك سؤال what are the main differences between first and second premolar، اتمنى انكم ملمين فيها ان شاء الله، ولما هنتناول الجانب العملي هنعرف ونشوف الفروقات اكثر واكثر ان شاء الله. تمنياتي لكم بالتوفيق ان شاء الله، المذاكره اول باول، وحاولوا تبداوا في النحت ان شاء الله، وربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.